ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض جلاش باللحمه المفرومه. اول حاجه هعصج اللحمه، بعد كده هحضر معاكم بقيه الحشوه اللي هحشيها في الجلاش. اللحمه اللي معايا 1/2 كيلو لحمه، وبصلتين كبار مفرومين، وفصين توم. البهارات اللي معايا هتبقى رشه بسيطه من القرفه ومن السمنه. هشوح البصل الاول، بعد كده هضيف عليه اللحمه. هشوح البصل في اقل من ربع معلقه زبده، كده كده اللحمه فيها دهون والدهون بتاعتها هتنزل مع البصل، بس هشوحها الاول يعني، والدهون اللي عايزاها هاخدها من اللحمه. شوحت خلاص البصل، هضيف عليه اللحمه والبهارات. ضفت رشه من السماق ورشه بسيطه خالص من القرفه، وهشوحها مع النار واسيبها بقى لحد ما تستوي. خلاص كده عصقت اللحمه. بقيه المكونات اللي معايا جبنه تركي او ريمو مبشوره، وممكن تضيفيها قطع برده لو حابه، وفلفل اخضر وفلفل اصفر الوان او الوان بقى على حسب ما انت عايزه، وزيتون. ممكن تضيفي موتزاريلا، ممكن تضيفي مشروم، على حسب الحاجه اللي انت حباها. هنبتدي دلوقتي بقى نعمل الجلاش ونعمل الحشوه ونضيف الحشوة. عملت الحشوة خلاص. هندهن الورق بتاع الجلاش ده زبدة، ممكن تضيفي سمنة على حسب ما انت عايزة، بس زيت مش هيبقى حلو، هو يا سمنة يا زبدة. لو في ورقة اتقطعت منك مش مهمة. هو الورق ده لازق في بعضه، فمش شرط تعملي كل ورقة والتانية، كده كده مكنتش هعمل ما بين كل ورقة والتانية يعني زبدة، كنت هعمل ما بين كل ورقتين ولا حاجة. كده خلصت الجزء الاولاني. انت اللفه بتاعه الجلاش بتقسميها لنصين، نص اللي هي اللي تحت ده، وبعد كده تحطي الحشوه، وبعد كده تحطي الجزء اللي فوق. بعد كده هضيف بقى بقيه المكونات اللي معايا، اللي هي الفلفل والفلفل الاخضر والزيتون. انا عموما بحب اخلي طبقات الجلاش تبقى رقيقه ورفيعه، مش عايزه جلاش كتير. الحروف دي برضو شبعيها شوية كده من الزبدة عشان تطلع مقرمشة معاكي. اخر حاجة هعملها هقطع الجلاش قبل ما ادخله الفرن، وبعد ما اقطعه هضيف عليه كوبايه لبن وبيضايه ورشه ملح وفلفل اسود. في ناس بتخلي الخطوه دي بعد ما ادخل الجلاش الفرن لمده 2 3 دقايق، بعد كده بتضيف عليها البيض واللبن. لا، انا على طول بعملها قبل ما ادخله الفرن. هضيف كوبايه اللبن والملح والفلفل الاسود. الفلفل الاسود ده عشان البيض ما يعملش ريحه زفار او طعم زفار. هقطع دلوقتي الجلاش. كده كده لما بيطلع من الفرن بتكملي تقطيع فيه، ولو انت بتعملي تصنيع دي فعلا خلي بالك ما تقطعيش جامد قوي، يعني توصليش لحد الاخر عشان الصينيه ما تتجرحش منك. هدخله الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص. ده الجلاش بعد ما خرج من الفرن اخد حوالي 10 دقائق على درجه حراره 200. بعد كده لما تلاقي الحروف دي كلها احمرت اقفلي على النار وشغلي الشوايه نفسها لحد ما ياخد وش، يعني هو كله على بعضه اخد حوالي ربع ساعه في التسويه يعني. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.